يقول هذا المجتمع لي خال لا يسأل عنا ولا يصلنا ونحن نصله ولكن بدون فائدة، مع العلم بأنه طرد والدي من منزله لسبب بسيط. فهل يحق لنا فضيلة الشيخ؟ مع العلم بأنه لي خال لا يسأل عنا ولا يصلنا ونحن نصله ولكن بدون فائدة، مع العلم بأنه طرد والدي من منزله لسبب بسيط، هل يحق لنا فضيلة الشيخ ألا نصل ولا نسأل؟ يجب عليكم صلته لأنه قريب، والقرابة لها حق واجب في الإسلام، قطيعتها كبيرة من كبائر الذنوب، فعليكم بصلة خالكم ولو كان هو يقاطعكم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فإذا وصلتموه وهو يقاطعكم فقد أديتم ما عليكم من الحق له، وهو مسؤول عما يجب عليه. نعم.